انتخابات مجالس المحافظات الاستعداد لإجرائها ينظمه جدول زمني حتى يوم الاقتراع كانون الأول المقبل. المواصفات الفنية للعملية الانتخابية والكلف التخمينية للاحتياجات فضلا عن عدد الموظفين المطلوب. مفوضية الانتخابات تضع خططها لإنجازها. مفوضية الانتخابات عدت العدة لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي من خلال تشكيل العديد من اللجان الفنية والإدارية والقانونية والمالية. فضلا عن ذلك هو التصديق على العديد من الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، منها إجراءات ونظام تحديث سجل الناخبين، نظام اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، نظام وسائل الإعلام، نظام الحملات الانتخابية. التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية. لجنة المراقبين الدوليين في مفوضية الانتخابات أخذت على عاتقها تنظيم آليات التعاون مع شركاء العملية الانتخابية. صادق مجلس المفوضين على نظام المراقبين الدوليين والمحليين. أما من حيث الشروع في هذا الموضوع فالمفوضية شكلت لجنة للتهيئة، لكن فتح باب التسجيل لحد الآن لم يطلق، لكن ما يسبق ذلك من تهيئة وإعداد أمور إدارية وفنية وتهيئة اللجنة التي ستستقبل هذه الطلبات. الجوانب المالية والإدارية واللوجستية للعملية الانتخابية. القيادة العراقية حددت آليات دعمها من مؤسسات الدولة الساندة. الالتزام بالتوقيتات المعلنة يضمن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها. حازم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.